بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، أهلا بكم أخوان الطلاب أخوات الطالبات في محاضرة البث المباشر الثانية. أهلا بكم في محاضرة البث المباشر الثانية. قبل ما نبدا، يعني قبل ما نتلقى الاسئله بتاعتكم ان شاء الله والتواصل معاكم، هنعمل مراجعه يعني سريعه للفصول اللي احنا درسناها الفتره الماضيه، عشان بس يعني نتذكر مع بعض اهم العناصر واهم المفاهيم اللي احنا خدناها في القياده الاداريه. درسنا في الفصل الاول كان بيكلمنا على مدخل القياده الاداريه، الاسس والمفاهيم، وفي هذا الفصل تناولنا تعريف القياده، وتناولنا مداخل دراسة القيادة الإدارية، وتناولنا عناصر القيادة الإدارية، وتناولنا دور القيادة الإدارية في المنظمات، وتناولنا مبادئ القيادة الإدارية، وتكلمنا قلنا القيادة علم وفن في أن واحد، وزي ما كنا بنقول الإدارة علم وفن، فهي القيادة برضو علم وفن. ولكن احنا زي ما ذكرنا لما ظهر مفهوم القيادة كان هدفه تعظيم ما نحصل عليه من العنصر البشري، تعظيم ما نحصل عليه من العنصر البشري، وبالتالي برزت مفاهيم جديدة في القيادة. وباعتبار القيادة، باعتبار الإدارة علم وفن تحقيق الأهداف بواسطة الآخرين، لما ظهر مفهوم القيادة كان هدفه برضه نفس الهدف، وهو تعظيم ما ينتجه الآخرين. فبالتالي برز هذا المفهوم وكان له أهمية كبيرة، وما زال حتى هذه اللحظة يحتل هذه الأهمية. وتكلمنا في هذا الفصل على اختلاف العلماء على مر العصور حول تعريف القيادة، وقلنا ان في العصر القديم كانت القيادة ترمز الى السمات الشخصية او الاخلاقية، وبالتالي كانت مقولة ان المدير يولد ولا يصنع او القائد يولد ولا يصنع كانت هي المقولة السائدة، على اعتبار ان القائد والمدير يحمل سمات شخصية متوارثة، وبالتالي ما كانش في مكان او ما كانش في مجال ان احنا نتكلم على مهارات بيكتسبها او على علم بينمي مهاراته، لكن هي كانت سمات شخصية، وبالتالي من كانت تتوافر فيه هذه السمات الشخصية فكان يطلق عليه قائد. ده طبعا الدنيا لما تقدمت وتطورت بقى ودخلنا في العلم وبقت الإدارة علم وفن، وظهرت نظريات الإدارة وظهرت نظريات القيادة، بدأنا ندرك ان القيادة يمكن تعلمها، ومع السمات الشخصية طبعا لا شك ان السمات الشخصية مهمة، ولكن يظل ايضا الناحية العلمية والنظريات والاخره مهمة جدا في تشكيل شخصية القائد. وذكرنا عدة تعريفات في القيادة، قلنا ان علماء الإدارة التقليدية كانوا بيركزوا على السلطة كأساس لوجود القيادة، فهم يرون ان السلطة الرئاسية هي التي تخضع الجماعة لإدارة القائد، السلطة الرئاسية وتمتع القائد بالسلطة دي بيفرض على التابعين ان ينقادوا لهذا القائد، بينما ركز علماء الإدارة الحديثة من اصحاب الفكر السلوكي على السلطة المقبولة. السلطة المقبولة يعني هنا بنتكلم يا جماعة عن ناس مش بيفرض عليه القائد، ولكن الناس بتختار القيادة اختيار من خلال سلوكيات ومن خلال قيم والكلام ده كله. وذكرنا تعريف مختصر للقيادة في النهاية، قلنا القيادة عبارة عن قدرة القائد على إقناع الأفراد والتأثير عليهم لحملهم على أداء واجباتهم ومهامهم التي تسهم في تحقيق الهدف المشترك للجماعة. إذن في قائد وفي أفراد وفي جماعة، يظهر معنا هنا في المفهوم دوت قائد وأفراد وجماعة ومعهم الإقناع والتأثير. قائد بيمارس سلوكيات معينة أو ممارسات معينة هدفها التأثير على الأفراد وليس إجبار الأفراد وليس الاستبداد بالأفراد وليس كذا، ولكن الهدف الأساسي أن أنا أقنعهم بأداء واجباتهم وأؤثر عليهم في أداء واجباتهم بما يحقق هدف الجماعة وبما يحقق هدف المنظمة. وبالتالي كل الأساليب اللي بتمكنني من إقناع الآخرين والتأثير عليهم بشكل إيجابي وبشكل سلمي يعني فدوت ده شيء جميل جدا ويدخل في نطاق القيادة، فيما عدا ذلك طبعا لا يدخل في نطاق القيادة. وتكلمنا عن داخل دراسة القيادة الإدارية، وقلنا في مدخل فردي ومدخل اجتماعي ومدخل توفيقي. المدخل الفردي كان بيركز على الفرد باعتباره ركيزة القيادة، وبالتالي قلنا القائد يتمتع بصفات فردية ونفسية وشخصية متميزة ومزروعة عنده، وهي بتصنع منه القائد الناجح. وتكلمنا بعد كده على المدخل الاجتماعي، وقلنا المدخل الاجتماعي دوت اللي أسسه علماء الاجتماع أو المدخل الموقفي، دوت بينظر القيادة باعتبارها موقف في ظروف أو ملابسات معينة، وبالتالي القائد مش عميد فرد يمتلك سمات وبالتالي يصلح لأن يكون قائد، لا، حتبان مهارة القيادة من خلال البيئة اللي بتواجد فيها القائد وقدرته على التعامل مع
العناصر المختلفة والمتغيرات المختلفة الموجودة في البيئة. المدخل التوفيقي بيوفق ما بين المدخلين، ما بين المدخل الفردي ومدخل الاجتماعي، وبيركز هذا المدخل على اختصاص القيادة الإدارية والعلاقة الإنسانية بين القائد وعلمه، وتمكنه من علاج مشكلاتهم ومواجهة مشكلات العمل بنجاح. وبالتالي القيادة عملية التفاعل الاجتماعي، فيجب أن يكون هناك تفاعل ما بين شخصية القائد وحسيات الموقف بشكل كلي، يعني في شخصية قائد وفي موقف في نفس الوقت، الاثنين بيبرزوا القيادة. وتكلمنا عن عناصر القيادة الإدارية، قلنا في وجود الجماعة، وجود هدف مشترك والتناسق والانسجام، قلنا القدرة على التأثير، وصنفنا القدرة على التأثير ما بين التأثير القسري أو الإجباري، وده هو التأثير مبني على الإكراه والإجبار، والتأثير بالمكافأة، وهنا بيستخدم القائد المكافآت والتحفيز، والتأثير الشرعي من خلال استخدام القائد سلطته الشرعية التي يجب أن نعترف بها الجميع، والتأثير المعرفي أو العلمي دوت من خلال التخصص والمعرفة والخبرات والخلفيات الموجودة عند القائد، واللي بتخلي تأثيره عالي جدا على الأفراد. وزي ما قلنا مهم جدا هو القائد في كل الأحوال يكون عنده معرفة بمجال عمله، يكون عنده معرفة بمتغيرات المحيطة بمجال عمله. التأثير المرجعية، وده هو التأثير من يكون القائد مرجع للتشريع والحكم، عشان هو من خلال معرفته وخبراته والأخره بيصير مرجعية الآخرين، فبالتالي فيبالغ له الآخرين، فبمرور الوقت تتشكل شخصية القائد عنده ويستطيع أن يقود هؤلاء وهم يقبلوا هذه القيادة. تأثير السمات الشخصية، طبعا تأثير الكاريزما بنسميه احنا، وطبعا دوت على مدار التاريخ في شخصيات كثيرة جدا امتلكت هذه السمات. وتأثير القرينة، ودوت قال لي تأثير نابع من مساندة آخرين للقائد زي القيادة العليا في الشركة مثلا، وزي الأقارب والأصدقاء والمركز الاجتماعي ومركز السياسة والآخره، دوت بي 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 بيدفع القائد أو بيساند القائد بحيث يخليه مقبول لدى الآخرين. وتكلمنا على أهمية القيادة الإدارية المنظمة باعتبارها ضرورة اجتماعية وإدارية، مصدر لنجاح المنظمة، عقل يستوعب مكونات المنظمة المختلفة، صمام أمان، توحيد المنظمة، تمكين المنظمة من حقق التطورات. وتكلمنا على علاقة القيادة الإدارية بالعملية الإدارية، قلنا طبعا العملية الإدارية أو الوظائف الإدارة جماعة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، احنا خدناهم في الإدارة، لكن هي فكرة زي ما قلنا فكرة ممارسات، كيف يمارس القائد عملية التخطيط وكيف يمارس المدير التقليدي عملية التخطيط. قلنا هيظهر الفارق ما بين الاثنين، ما بين مدير قاعد في برج عاجي بيخطط مع نفسه، ما بين قائد لا بيشارك الآخرين في وضع خطط واستراتيجيات، وهنا يكمن الفارق. التنظيم يتعلق بتنظيم جميع الموارد المنظمة تحقيق أهداف الإدارة، والتوجيه ودفع المرؤوسين نحو العمل بالتعليمات والتوجيهات، والتنسيق والتنسيق بين إمكانيات المنظمة المادية والبشرية. الحاجات دي كلها الوظائف انتوا عارفينها كويس طبعا. ثم درسنا معا مبادئ القيادة الإدارية، تكلمنا على الإيمان بالهدف والانطلاق للأمام وحب العمل مع الآخرين والتقدير السليم للموقف وتحمل المسؤولية والتصرف على المستوى القيادي وحسن التصرف والقيادة نحو الإصلاح. الفصل الثاني كان بيكلمنا عن تطور الفكر القيادي الإدارية، وفي هذا الفصل طبعا برزت المدارس العلمية اللي احنا درسناها قبل كده، وبرضو ادينا عليها فكرة في هذا الفصل. وتكلمنا على تطور الفكر القيادي في عصور مختلفة، تكلمنا على العصور القديمة، وتكلمنا تحديدا على الحضارة السومرية، وقلنا تاريخ الحضارة دي يرجع لأكثر من 5000 سنة، حضارة قديمة جدا وهي أقدم الحضارات على وجه الأرض، وكان في وثائق وجدناها لهذه الحضارات بتؤكد على أن كان في أنظمة قيادية معينة وأساليب قيادية. وقلنا يا جماعة هنا ربط واضح تماما في هذا الجزء، الربط ما بين الحضارة وما بين القيادة، ما بين الحضارة وما بين الإدارة بشكل واضح. الحضارات قامت على إدارة، الحضارات قامت على إدارة، والحضارات قامت على قيادة. فقال لي في العصر السومري أو الحضارة السومرية كان في نظام ضريبي محكم، كان في السلع والخدمات بتاع الدولة والعقارات والكلام ده كله، كان في سجلات بتدير هذه السلع والمنتجات، وكان في نظام ضريبي، وكان في كهنة بيرفعوا التقارير بتاعتهم لكبير الكهنة، وكان واضح ان في نظام معين إداري. بعد كده دخلنا بقى في حضارة أكثر عمقا كمان وأكثر إنجازات اللي الحضارة المصرية، قلنا حضارة تميزت بفن العمارة والنحت والنقش والكتابة. وقلنا على سبيل المثال الهرم الأكبر كان يتكون من أو يتكون من قطع حجارة ضخمة، ولما نتصور أن 100,000 حجر مثلا، آسف 100,000 عامل، 100,000 عامل ساهموا في بناء الهرم الأكبر لمدة 20 سنة، ولما نتصور عدد الحجارة الضخمة اللي تم بناء في الهرم نوصل 20,000 حجر تقريبا. فبالتالي هنا كان بيبين ازاي كان في تخطيط وكان في تنظيم وكان في قيادة بشكل واضح،
وطبعا كان بيبرز اهم الاشياء، بيتكلم عن الرقابه الصارمه في هذا العصر، وازاي ان كان اي حد بيقدم منتج معيب كان تقطع يده، والنظام اللامركزيه، ووصيه الوزير المصري بتاع حتب لما كان بيكلمه بخصوص طلب العلم والتواضع ورقه الحديث، وكلها سمات مرتبطه بالقياده ارتباط مباشر. الحضاره البابليه وقانون حمرابي، واحد القوانين كانت مؤثره وكانت مشهوره جدا، وفيها هذه القوانين كانت تضمن الامانه في التعاملات ما بين الناس وتنظم التعاملات ما بين الناس. وتكلمنا عن الحضاره الصينيه والفلسفه التي تتسم بهذه الحضاره، وما زال حتى الان الصينيون يعتمدون في تقدمهم على استلهام الفلسفه بتاعتهم من حكماء بتوعهم وعلى راسهم كونفوشيوس. وتكلمنا هنا على الدستور شاو واللي كان بيوضع قواعد لتنظيم الخدمه المدنيه او خدمه اجهزه الدوله، زي تنظيم الدوله وعلاقات الدوله واتصالاتها ورقابه والمساله والعقاب الى اخره. وتكلمنا على الحضاره الاغريقيه وقلنا دي اول حضاره تعمل على تكوين دوله ديمقراطيه، وكان وطبعا بيميز هذه الحضاره الفلاسفه اللي ظهروا فيها افلاطون وسقراط وارسطو، والنصائح اللي كان بيسيبوها لغيرهم. وطبعا قال لي كمان في العصر دوت عرف مفهوم روح الخدمه العامه، حيث تصموا المصلحه العامه على المصلحه الخاصه. وتكلمنا على الحضاره الرومانيه وان هي الحضارات القديمه، وكان في امبراطوريه رومانيه واسعه، وطالما بتكلم على اتساع الامبراطوريه فاحنا نتكلم على نظام مركزيه ولا مركزيه، وبالتالي عرفت اشياء كثيره في هذه الحضاره المرتبطه بالاداره والقياده، وكان من ضمنها منصب الرقيب والمدعي العام، وكان بيمارس انشطه متعدده زي الاشراف على سجلات المواطنين وممتلكاتهم ورقابة الاخلاق والاداب العامه. كان في كلام في هذا الموضوع، وذكرنا بعد كده التطور الفكري القيادي في العصور الوسطى، وبيتسم باربع اشياء: سيطره الاقطاع وسيطره الكنيسه ورقابه الهرميه والمصلحه المشتركه. وتكلمنا بعد كده على تطور الفكر القيادي في الاداري في العصر الاسلامي، وكان فينا طبعا لما اتكلم هنا يا جماعه على تطور الفكر القيادي الاداري في العصر الاسلامي، فاحنا هنا بنتكلم على حضاره عظيمه جدا ودوله اسلاميه بنيت على اسس قياديه راقيه جدا جدا جدا. ودرسنا احنا بشكل مختصر، ولكن لا شك ان الكثير من الكتابات في هذا المجال وكثير من الكتب والابحاث اللي بتفيدنا جدا في معرفه كيف كانت القياده في هذا العصر. وتكلمنا على عصر الرسول عليه الصلاه والسلام وكيفيه بناء الدوله والتشريعات، وتكلمنا على مبادئ القياده اللي مستقاه من القران والسنه النبويه، وتكلمنا عن مبدا المشوره والعدل والمساواه وطاعه ولاه الامور ومبدا العمل الجماعي. وتكلمنا عن الخلافه ما بعد الرسول عليه الصلاه والسلام، خلافه ابي بكر الصديق وسهاماته المتعدده، وذكرنا اشياء كثيره اشياء متعدده منها يعني، وموجوده طبعا عندكم يا جماعه الحاجات ديت في الكتاب بالتفصيل. وخلافه سيدنا عمر بن الخطاب، وازاي حتى احنا ذكرنا بعد كده ازاي كانت هذه الخلافه تتسم بالحزم. وطبعا العدل المشهود في عصر سيدنا عمر بن الخطاب، ومبدا الرقابه المباشره، وموضوع الرقابه الذاتيه والرقابه المباشره الكلام ده اتكلمنا عليه قبل كده. اتكلمنا على خلافه سيدنا عثمان بن عفان، وازاي كانت تتميز بمشروط الاخرين، وكان من افكاره جمع القران. وتكلمنا على خلافه سيدنا علي بن ابي طالب، وكان فيها كثير من المبادئ الاداريه والقياديه. وتكلمنا بعد كده عن خلافة بني أمية وظهور بقى الحكم الوراثة وتطوير الدواوين. وتكلمنا عن خلافة بني العباس، وقلنا ان هم كانوا متقدمين جدا في العلوم الإدارية والأحكام القيادية، وكان أيضا كان هذا عصر ظهور الكتابة الإسلامية والكتابات الفكرية بشكل واضح. ثم تناولنا تطور الفكر القيادي الإداري في العصر الحديث، وقلنا دوت بيبدأ الفكر القيادي الإداري بيبدأ من سنة 1700 ميلادية حتى الآن، وكان بداية ظهور الثورة الصناعية. وقلنا قبل الثورة الصناعية كان في مقايضة وكان في زراعة، ما كانش في نشاط صناعي، ولكن مع اختراع الآلة وظهور البخار وظهور المصانع بدأت بقى العالم كله بدأ يتغير يعني، وبدأ بقى فكرة العلاقة ما بين الإنسان والآلة تظهر. في الأول التركيز على الآلة تركيز شديد، والإنسان في خدمة الآلة، الكلام اللي احنا ذكرناه وظهر معانا في المدارس بعد كده. قلنا كان العالم كله متعطش لمنتجات، وبالتالي كانت القصة كلها قصة إنتاج، وبالتالي كانت الآلة تحتل مكانة كبيرة جدا، وكان حتى مهمة الإنسان إنه يخدم على الآلة ديت. وتناولنا المدارس بقى في العصر الحديث، وتناولنا المدرسة الكلاسيكية التقليدية والكلاسيكية،
طبعا زي ما واضح زي ما قلنا سيطرة الآلة على الإنسان سيطرة كاملة. كان المهم إن احنا ننتج بكميات كبيرة، ما كانش في حاجة اسمها جودة، ما كانش في حاجة اسمها تنوع، ما كانش في حاجة اسمها أذواق، وما كانش في يعني كان في آلة بتشتغل وتطلع منتجات، وكان في إنسان بيخدم على الآلة ديت، وكان يتم التعامل مع إنسان باعتباره آلة. لكن خلي بالكم زي ما ذكرنا إن كان ديت بداية ظهور الإدارة كعلم، بداية ظهور الإدارة كعلم. ومن ذكرنا من المدرسة التقليدية الشمت على نظرية البيروقراطية والنموذج البيروقراطي، وذكرنا خصائص الأساسية للنظام البيروقراطي وهي التخصص وتقسيم العمل، التسلسل الرئاسي، سيطرة الأنظمة القاعدة المكتوبة لتحديد واجبات العاملين، وجود نظام للإجراء تحديد أسلوب التصرف في ظروف العمل، الصلة بين الأفراد الرسمية وغير الشخصية، اختيار العاملين وترقيتهم يعتمد على الجدارة الفنية. كان الفكرة والمفهوم هنا الإنسان قاصر، قاصر عقلانيا وفكريا عن أداء المهام بشكل تلقائي أو الاعتماد على نفسه. لازم نحط له نظام وسيستم وإجراءات يمشي عليها، كان بالضبط زي كتاب بتحط له وبيمشي عليه. هو ده كوت كان دي كانت فكرة البيروقراطية، إن يبقى لازم يبقى في نظام محدد تحديد دقيق وواضح يلتزم به العاملون في المنظمة. وبالتالي في ظل هذا النظام تحول العاملون إلى آلات، هم آلات شغالة وبس. لكن كانت بداية برضو زي ما قلنا للظهور المعرفة الإدارية. وطبعا قلنا النظام البيروقراطي كان بعيب وتضخم الأعباء الروتينية وعدم اعتناء الأفراد بمصالح المنظمة. هو ما بيبصش هو على مصلحة المنظمة، هو بيبص هو مطلوب منه ايه، او الصفحة بتاعته في الكتاب مكتوب فيها ايه، مكتوب نعمل 1 2 3 4، ملوش علاقة. النظرة الكلية بتاعته مش موجودة، في نظرة محدودة فقط على العمل. هو يا جماعة يعني بالضبط زي الآلة بتشتغل، بندخل عليها مواد خام بتشتغل، ملهاش اي علاقة بآلات جنبها مثلا ولا كذا، لا هي شغالة بشكل اساسي المطلوب منه بيعمله. فبالتالي ترسخ شعور العاملين باعتبارهم آلات، واللي كان بيتعامل معهم كان بيشعر انهم آلات بالفعل. وقال لك الإجراءات والقواعد كانت تؤدي إلى تشابه في شكل السلوك وتوحده، والاعتماد الصارم على القواعد والإجراءات يخدع روح المبادرة والابتكار. بعد كده تكلمنا على تطور الفكر القيادي الإداري في العصر الحديث، وتكلمنا تحديدا عن نظرية الإدارة العلمية وأبرز علماء تايلور وهنري جانت وفرانك ويليام جيلبرت وأهم مبادئها، وردت في كتاب فريدريك تايلور أن يتم تنظيم العمل. طبعا كلها البيروقراطية والإدارة العلمية ونظرية المبادئ الإدارية كلها بتصب في تصور واحد، وتصور إيه؟ الإنسان آلة وإنسان بنظم له عمل والكلام ده كله. لكن كانت زي ما قلنا بداية ظهور الإدارة كعلم. مبادئ الإدارة العلمية كانت بترتكز على تتم تنظيم العمل بين الإدارة والعمال، بحيث الإدارة بتقوم بالتخطيط والتنظيم ويقوم العمال بالعمل المكلف، يعني الإدارة بتخطط وتنظم والعمال بيشتغلوا المطلوب منهم بالضبط. واللي كمان في طريقة مثلى تحددها الإدارة العمل، يعني ما فيش حاجة اسمها عامل يبدع من عنده طريقة معينة للعمل أو يحاول مجموعة من العمال يحاولوا يوصلوا طريقة أمس، لا هي في طريقة مثلى مفروضة على العاملين، مفروضة على العاملين. طبعا هي كانت النظرة طبعا يا جماعة، وكان برضو الإنسان ساعتها كان إنسان بسيط غير الإنسان في الوقت الحالي وعصر الحالي لا شك، كان إنسان بسيط ساعتها. فبالتالي كانت البداية عايزين نخطط وننظم وتبدأ الإدارة يعني تتأسس كعلم، لكن يظل الإنسان في وضعه في هذه الفترة هو إنسان يعمل كالآلة. تجزية وظيفة الفرد والأجزاء الصغيرة، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، أهمية الحافز المادية الفرد، كل حاجة لتم البنادة المادية، ما كانش حاجة اسمها معنويات أبدا أو اجتماعيات أبدا أو إنسانيات أبدا، كل حاجة تقاس بشكل مادي، وإن البني آدم دوت اديله بس مادة واديله بس فلوس هو يشتغل، فزي الآلة اديها وقود وهي تشتغل. فبالتالي هو الوقود كان بالنسبة للبني آدم لوصوله ساعتها إن هي ناحية مادية فقط، لكن تيجي مدارس بعد كده طبعا بتكتشف أو بنكتشف معها إن لا ده في عوامل أخرى تانية مهمة جدا وتؤثر على أداء العنصر البشري تأثير مباشر. ويعيب نظرية الإدارة العلمية طبعا نظرية جزئية ركزت كل اهتمام على الفرد وزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة وهملت الجوانب الاجتماعية. نظرية نظرتها العامل على أنه مخلوق اقتصادي كل همه جمع المال، وتركيزها على داخل المنظمة وملال البيئة الخارجية. بعد كده تكلمنا عن نظرية المبادئ الإدارية، وأبرز هذه المساهمات هي تقسيم العمل والسلطة والمسؤولية والنظام ووحدة الأمر ووحدة التوجيه وخضوع المصلحة الشخصية والمصلحة العامة ومبدأ المكافأة والتعويض والمركزية وتدرج السلطة والترتيب والمساواة في المعاملة والاستقرار الوظيفي والمبادئ وروح الفريق والتعاون. دي نظرية المبادئ الإدارية لهنري فايل ومعروفة طبعا جدا. وتكلمنا بعد كده على مدرسة العلاقات الإنسانية، وكان أهم روادها ألتون مايو، وكانت مركب مدرسة تركز تحفز أفراد العمل بأعلى كفاءة ممكنة. هنا ظهر جانب التحفيز بقى،
وبتحفز الأفراد على التعاون المثمر والبناء في تحقيق أهداف مشتركة وإشباع رغبات العاملين واحتياجاتهم الاقتصادية. وزارة هنا تجارب هاوثرون تعاملت وكانت تجارب أسست لظهور مبدأ العلاقات الإنسانية أو تصور العلاقات الإنسانية. والتون ماي والتجارب اللي تعاملت وإزاي يزودوا الإضاءة في مكان ويخفضوا الإضاءة في مكان ويشوفوا تأثير الإضاءة ويشوفوا تأثير عوامل أخرى وبيئة، ويبدأ النظر للإنسان باعتباره إنسان، ولكن برضو مع هدف أساسي إن هو يزود إنتاجه ويطلع إنتاج أكبر وأكثر. وزارة نظير طبعا إكس واي المعروفة جدا جدا، وإكس الإنسان اللي ما عندوش مسؤولية، والإنسان اللي يحتاج دائما الرقابة ذاتية ورقابة مباشرة، وإنسان غير قابل للتغيير، وإنسان اللي يحب عمله. وعكسها نظرية واي، لدى الإنسان بيحب عمله وإنسان بيتحمل مسؤولية وإنسان قادر على أو يراغب في فرض الرقابة الذاتية على نفسه. وبالتالي أنت بتبقى قدامك الاختيار أنك أنت تشتغل بهذه الطريقة أو تشتغل بطريقة أخرى. متكلمنا عن المدرسة السلوكية، وأكدت أهمية العلاقات الإنسانية في بيئة العمل وبناء مناخ ملائم للمواهب العاملين. وظهرت هنا بمفهوم التنظيم والسلطة البرنارد والعلاقة التنظيمية السامن، وهرم مصر والحاجات الهرم المعروف ظهر أيضا في هذه المرحلة. وتكلمنا بقى عن مدرسة الإدارة الحديثة بقى، اللي يعني تكلمنا عن ظهور النظام المفتوح والإدارة المفتوحة، آسف النظام المفتوح، واللي بتكلم على البيئة المفتوحة والبيئة اللي فيها عوامل متعددة وفيها مدخلات وفيها عمليات وفيها مخرجات. فبالتالي هنا مهم جدا إن أنا أراعي هذه المتغيرات وراعي كيفية عملها، وإن أنا مش عميت إن أنا شغلي كله داخل المنظمة وداخل الشركة، لا، ده في بيئة محيطة باخد منها مدخلات وبطلع لها مخرجات في ازاي العلاقة ما بينهم والتأثير. وبالتالي بدأت النظرة تتسع للعمل يا جماعة، وبدأت النظرة تتسع للتنظيمات بشكل واضح تماما، وبدأ البعد البيئي. طبعا دلوقتي كمان في الوقت الحالي هذه النظرية طبعا لا شك ليها أهمية كبيرة جدا. ثم تكلمنا عن نظرية التحرر. نظرية التحرر بتشمل على عدة مكونات ونظريات، لما اتكلم على الرينجينيرنج وعادة الهندسة، لما اتكلم على الجودة الشاملة، لما اتكلم على المفاهيم حديثة كثيرة ظهرت بالضمان نظرية التحرر. الفكرة الأساسية في نظرية التحرر، تحرر مين؟ تحرر العامل من قيود الإدارة، أو تحرر العامل من قيود العمل. مش تحرر العامل من قيود العمل انت بعملية فوضى، لا، ان نديه فرصة انه يعبر عن نفسه. هو ديت المدارس الحديثة. حتى دلوقتي كلامنا كله في الإدارة والقيادة في الوقت الحالي، وكل الكتب اللي بتكلم عن الإدارة والقيادة كلها بتنظر أو بتشتغل على هذا المفهوم، انك انت ازاي تحرر البني آدم، تحرر قدراته، بدل ما تبقى مسيطر على السيطرة كاملة والمفاهيم التقليدية المعروفة. لا، ده انت بتقول له اديله فرصة يعبر عن نفسه، اديله مساحة من الحرية، شاركه في اتخاذ قرارات، شاركه في تخطيط، شاركه في تنظيم. اذا ديت نظرية التحرر، ما زلنا حتى الان في ظل هذه النظرية كل يوم بتظهر اشياء تحت هذا العنوان، مزيد من الحرية للموظفين. لما نتكلم عن إدارة بالأهداف داخلة في نظرية التحرر. ليه؟ إدارة بالأهداف أنت بتحدد أهداف للموظف وبتحاسبه بعد كده على تحقيق الأهداف من عدمه. يعني خلاص بتسيب له هو طريقة الأداء وتسيب له حرية كاملة وتقول له إحنا هنتحاسب في الآخر على تحقيق الأهداف. طبعا أنت حتى لما بتضع هذه الأهداف لا تضع هذه الأهداف بمفردك، لا، ده أنت بتضع هذه الأهداف بالمشاركة مع مرؤوسين. ده الفكر الإداري يا جماعة السائد حاليا، ده الفكر الإداري والقيادة السائدة حاليا، مزيد من حرية العاملين ومزيد من تمكينهم الإبداع. ومفهوم التمكين ظهر هذا المفهوم، زي تمكين العاملين وتوفير كل الوسائل والإمكانيات اللي تخليه يؤدي عمله بشكل متميز جدا ويطلع كل قدراته. كل ما يتعلق بالإدارة الحديثة والمفاهيم الحديثة اللي بنسمعها دلوقتي واللي بنقراها في الكتب الحديثة داخلة تحت عنوان التحرر دوت يا جماعة اللي احنا بنأكد عليه. وبالتالي المنافسة ما بين شركة شغالة بمنطق قديم جدا، منطق تقليدي، بيسيطر على العامل بشكل واضح، بيقيد العامل بشكل واضح، وما بين شركة أو منظمة شغالة بنظرية التحرر، هتلاقي فارق كبير بين الاثنين. هو الفرق دوت يا جماعة بين شركات عالمية وشركات متميزة وبين شركات محلية وشركات تقليدية، هو ده الفرق. عندك هنا بني آدم بيستنفر قدراته، متوفرة له كل الإمكانيات اللي تمكنه من تقديم أفضل ما عنده، في حرية عنده، في إمكانية إنه يطلع قدراته وأفكاره بشكل كبير جدا، في تشجيع. وبين بني آدم مقيد بأوامر وتعليمات وتوجيهات وطريقة التعامل، فدوت بينتج إنتاجية عالية جدا ودوت إنتاجيته منخفضة، ده بينتج بجودة عالية جدا ده جودته منخفضة، ده بيبدع وده غير قادر على الإبداع. هي ينزل المنافسة هنا بتبقى يعني منافسة يعني صعبة، ومنافسة طبعا محسومة لطرف على حساب طرف آخر.
الفصل الثالث تكلمنا على أساليب وأشكال القيادة الإدارية، قلنا أسلوب القيادة عبارة عن أنشطة وتصرفات، معذرة، أسلوب القيادة عبارة عن أنشطة وتصرفات يتبناها القائد في تعامله مع أتباعه ويتخذ منها منهجا يميز طريقته في التعامل معهم. وأهمية أهم أساليب القيادة الإدارية أسلوب الشدة واللين والحزم، أسلوب الشدة أنه هو أسلوب يتبناه القادة الإداريون حيث يستهدف العصور القديمة والوسطى، ودوت قلنا أن كان في سيد وفي مسؤول وفي سيد وفي عبيد، وبالتالي دوت أسلوب الشدة في التعامل. وظهر في النظرية البيروقراطية والإدارة العلمية والتقسيم الإداري كلها، برغم أنها نظريات يا جماعة وضعت الأسس أو بداية علم الإدارة، لكنها كلها كانت بتعامل مع الإنسان باعتبار رأي زي ما ذكرنا، وبالتالي كان أسلوب الشدة والسيادة. هنا نتكلم عن أساليب قيادة، هنصيرتهم هتكلم بعدها على أشكال قيادة، أساليب قيادة، وبعدها نتكلم على أشكال قيادة. قال لي مبررات استخدام أسلوب الشدة: الانحراف الشخصي لدى القادة الإداريين نتيجة إحساس بالعظمة والشك في أسلوب الآخرين. دوت ناحية شخصية بقى موجودة عند قادة معينين، فبالتالي يعني بيحس بنفسهم شوية، وفي نفس الوقت عندهم شك في الآخرين، ما عندهمش ثقة في الآخرين، فدايما طالما ما فيش ثقة في الآخرين هتلاقي أسلوب الشدة بيظهر بشكل واضح. تأثير النظم العادية والطبقية والاجتماعية لتعزم منها التشددية للقائد ناحية العادية والطبقية والاجتماعية وناحية الوراثية ليها تأثير. تعود الأفراد على طاعة الأشخاص واعتبارهم رمزا لهم، دوت بقى ناحية الأفراد نفسهم بقى كمان بيبدأوا هم يتعاملوا مع القائد باعتباره رمز ليهم، وشعورهم بالحاجة أو شعورهم باحتياج للأمان والطمأنينة بيخليهم يتبعوا هذا القائد، وبل بيلتمسوا له العذر كمان نتيجة المسؤوليات بتاعته، يقولوا ده الراجل ده عنده مسؤوليات كتيرة وبالتالي لازم نقدر دوت. والاعتقاد بتكاسل الأفراد وعدم تحمل المسؤولية لنظرية إكس، ده كل مبررات بتخلي القادة باستخدام أسلوب الشدة. وخلينا نقول ما زال حتى هذه اللحظة في منظمات وشركات ومؤسسات كثيرا الإدارة بتستخدم هذا الأسلوب بشكل واضح. التركيز على دور الإدارة في تنظيم العمل نتيجة تكاسل الأفراد وتهاونهم. ثم أسلوب اللين، وبيقول لي ان السلوك اللين اللي ساعد على ظهور المدرسه السلوكيه اللي بدات تتكلم على العلاقات الانسانيه والنظريات السلوكيه لاخره. ومبررات استخدام السلوك اللين: الحاجات الانسانيه تحفز افراد العمل ويسع السلوك الشده، في نوع انسانيه وفي احتياجات انسانيه. لو انا لبيت الاحتياجات الانسانيه وتعاملت باللين فبالتالي هيبقى في نتيجه كويسه، والعامل هيشتغل او الموظف هيشتغل بشكل كويس. الثوره الصناعيه اهملت العنصر البشري، فجاء السلوك اللين مع ظهور المدرسه السلوكيه حاول تعالج هذا الأمر، ومن الإنسان مش آلة، والإنسان لا ده هو إنسان وليه احتياجات. وقال لي كمان الفرد بيستجيب للإدارة بقدر الذي يشبه حاجاته الاجتماعية، والفرد يستجيب لضغوط اجتماعية أكثر من ضغوط يفرضها عليه القائد المتشدد. لا ده في نواحي اجتماعية وفي نواحي إنسانية، لو خلينا بالنا منها يمكن حيبقى المردود من الموظف والعامل مردود جيد. الحوافز الإيجابية اللي بتحفز أفراد العمل، ويمتلك الفرد حوافز ذاتية لتعلم ما دلعه، هو عنده حافز ذاتي وبالتالي ممكن بأسلوب الدين أستطيع أن أطلع منه شغل كويس. لما طبعا دايما الإدارة فيها مرونة يا جماعة، بمعنى ان احنا قلنا في مواقف يصلح فيها استخدام الشدة وفي مواقف يصلح فيها استخدام اللين، وبالتالي في موقف يستحق اللين بتستخدم فيه الشدة ما بيجيبش نتيجة، موقف يستحق الشدة بتستخدم فيه اللين مش هيجيب نتيجة. فبالتالي قال لك طب خليه الحل ان احنا يبقى فيه اسلوب وسط، اسلوب الحزم. فبالتالي هو اسلوب الحزم دوت اسلوب وسط بين الشدة واللين، فبالتالي في ظروف معينه وفي مواقف معينه بتستدعي الشده وفي مواقف معينه بتستدعي اللين، هو دوت السوب ايه الافضل والامثل هو السوب ايه الحزم. طبعا لا شك ان دوت السوب مناسب وحيتم ترجمته لشكل من اشكال القياده بنشوفها دلوقتي. اذا التلاته اساليب اللي احنا ذكرناهم السوب اللين والسوب الشده والسوب الحزم، وبيكلمني طبعا المبررات استخدام السوب الحزم، وقلنا في افراد بيناسبهم وفي افراد ما يناسبهمش وتغير الظروف. وبعد كده أشكال القيادة، الأساليب اللي احنا ذكرناها حولناها تحولت لأشكال القيادة الإدارية، ففي القيادة الاستبدادية أو التسلطية أو الأوتوقراطية، ونفس الكلام اللي احنا قلناه على أسلوب الشدة بينطبق على القيادة الاستبدادية، ونفس المبررات واهتمام القائد بالتركيز على الإنتاجية على حساب العاملين، هو عايز إنتاجية بس مش عايز ما بيهتمش بالعاملين، وعايز الناس تنتج وخلاص بغض النظر عن ظروفها مشاكلها عواطفها انفعالاتها كل دوت مش محطوط في البال ابدا، لا اهم حاجه انه ينتج. وده طبعا العصر الاول زي ما قلنا الانسان كان بيعامل كآلة، ويثق القائد المستمد في نفسه ثقه مفرطه وفي نفس الوقت لا يثق في الاخرين.
وتنعدم الثقة بينه وبين أتباعه. وطبعا زي ما قلنا طالما ما فيش ثقة يبقى بالتأكيد أسلوب الشدة والقيادة الاستبدادية هنا هتكون حاضرة وحاضرة بقوة، وينسب القائد النجاح لنفسه وينسب الفشل لمغوصيه، وينفرد القائد بتخطيط العمل واتخاذ القرارات. ثم القيادة الاستبدادية ليها شارح لنا ليها مستويات، طبعا هي في كل حوال القيادة الاستبدادية، ولكن هو عشان يتعامل مع الموقف فبيحاول يخفف منها شوية أو يزود شوية، فبتظهر معنا ثلاث مستويات القيادة الاستبدادية: القيادة التسلطية العنيفة، والقيادة التسلطية الخيرة، والقيادة التسلطية المناورة. القيادة التسلطية العنيفة معناها ايه؟ ان انا خلاص القائد هنا بيعتمد اعتماد كامل على القوة والإكراه. القيادة التسلطية الخيرة معناها ايه؟ لدى في امكانية للمدح والثناء والكلام ده كله، لكن برضه هو في الاخر اللي عايزه بينفذه يا جماعة. القيادة التسلطية المناورة، منورة يعني كانه هو بيرتكز على نواحي شكلية ويظل روح الاستبداد والاستبداد موجود عنده النهارده، يوحي للناس انه بيطلب منهم مشاركه في اتخاذ قرار، ولكن هو الواقع ان هو بياخذ القرارات بتاعته بنفسه. قلنا القياده الاستبداديه ملائمه في اوقات معينه في وقت الازمات، وفي قياده الافراد منخفضي الكفاءه اللي هم ما عندهمش كفاءه وما عندهمش مسؤوليه وتحمل مسؤوليه، فبالتالي تبرز القياده الاستبداديه. طيب اشكال القياده الاداريه، عند كمان القيادة المتساهلة اللي احنا بنسميها القيادة المتحررة او فوضوية، وهي يعني عكس القيادة الاستبدادية والمتشددة. هنا بقى زي ما قلنا القائد هتحول الى منسق اداري، هو خلاص واحد بيرمي المسؤولية على غيره ومش عايز يشتغل ومتساهل جدا، وبالتالي بتحول مكان الى فوضى واضحة. بعد كده بقى القيادة المشاركة اللي هي تناظر اسلوب الحزم، فبالتالي هيبقى فيه معاونة في مشاركة وحيبقى فيه لين وحيبقى فيه شدة، فبالتالي تظهر قيادة المشاركة والتعاونية أو الديمقراطية. بعد كده درسنا نظريات القيادة الإدارية، قلنا في نظريات قيادة إدارية تقليدية زي نظرية السمات مثلا، وبنسميها نظرية الرجل العظيم. هي الرجل الكلام اللي ذكرناه في الأول إن القائد المدير يولد ولا يصنع، هو عنده مزايا وصفاته وسمات متوارثة، وبالتالي هو بيحصل على لقب القائد، وبالتالي كله بيتعامل باعتباره قائد. وذكرنا الصفات دي قلنا في خصائص ذاتية وحالة مزاجية زي الذكاء والمبادرة والاتزان، وقدرات عقلية وابداعية زي المرونة العقلية والاستعداد للتعامل مع المشكلات، وفي مهارات اجتماعية قدرة على تأكيد الذات والعلاقات مع الآخرين والإقناع. وبعد كده مزايا نظرية السمات، مزايا نظرية السمات بتقول ان فصلت خصائص القائد وضعت خصائص اختيار القادة، يعني هي حطتنا على أول الطريق زي ما ذكرنا، وبالتالي بدت تقول لنا يعني قائد، لكن مش معنى كده ان هي نظرية صحيحة، لا جات نظريات بعد كده بتمشي في اتجاه مختلف واتجاه آخر، ولكن يقول لي أول نظرية حطت لي أول لبنة في النظريات القيادية عشان تيجي نظريات أخرى بعد كده وتقدم رؤية مختلفة. وعيوبها طبعا انها بنيت على الفكر الأسلوب الاستبدادي، وركزت على القائد وهمالة المرؤوسين ومواقف وعناصر التنظيم، وكانت بعيدة عن الواقع اللي قال إن في قادة ناجحين رغم عدم توافر جميع سماتهم. دي تعوب النظرية. ثم نظرية الموقف، ونظرية الموقف كانت رد لنظرية السمات اللي بتقول لك إن القيادة مش سمات، القيادة موقف. القيادة ليست سمات شخصية ولكن القيادة موقف، وبالتالي هيحدد الموقف دوت مدى نجاح القائد. وطبعا قال لي عيوب النظرية انه اللي بتطلب وجود قادة حازمين، وافترض ان الموقف هو الذي يؤدي لخروج القائد، وفي ناس تانية قالت لا القائد هو الذي يصنع الموقف، يعني هل الموقف هو يصنع القائد ولا القائد هو يصنع. وكان في حالة جدلية في هذا الامر، لكن في كل احوال نظرية الموقف بتقول لي لا ده في موقف هو بيحدد القيادة وبتحدد في طاره القيادة. وبعد كده النظرية التفاعلية وبتقول لي ان القيادة الناجحة تنبع من التفاعل الكلي بين عناصر العملية القيادية، القيادة المتمثلة في شخصية القائد واتجاهاته وحاجاته ومشاكل الإبداع وعناصر الموقف، وبالتالي فإن القيادة الإدارية تولد عن تفاعل مستمر بين هذه العوامل. ومزايا النظرية التفاعلية توفيقية معتدلة، وان لم تنكر السمات، يعني ما قالش ان مفيش حاجة اسمها سمات ولا نظرية الموقف، ولكن ركزت عليه تفاعل ما بين الاثنين يا جماعة، بين السمات الشخصية وبين الموقف. واللي عيوبها ان افترض ان سلوك المرؤوسين يكون مؤيد للقيادة بشكل مطلق، وهم ردود فعل القادة الإدارية نتيجة سلوكات العاملين. وبعد كده تكلمنا عن نظريات القيادة الإدارية، تكلمنا عن نظريات القيادة الإدارية السلوكية، وهذه النظريات اشتملت على نظرية الإكس واي ونظرية الشبكة الإدارية ونظرية الأبعاد الثلاثة
ونظرية نضج الأتباع ونظرية سلسلة نظم الإدارة ونظرية أنماط القيادة، ودرسنا احنا منها تقريبا 4 نظريات. درسنا نظرية الشبكة الإدارية، ودرسنا نظرية الأبعاد الثلاثة، ودرسنا نظرية نضج الأتباع، ودرسنا نظرية أنماط القيادة. نظرية إكس واي طبعا النظرية معروفة، قلنا في مجموعتين، في مجموعة إكس ومجموعة واي. مجموعة إكس معناها الإنسان يكره العمل بطبع، الإنسان كسول لا يرغب في العمل، الإنسان يفتقد الطموح، الإنسان لا يتحمل المسؤولية، الإنسان ليس لديه الاستعداد للتعلم، الإنسان يحتاج دائما للرقابة الخارجية. والإنسان والمجموعة واي وافتراضات واي، الإنسان نشيط ورغب في العمل، والإنسان يتحمل المسؤولية، والإنسان لديه الاستعداد للتعلم، والإنسان يراقب نفسه ذاتيا. وبيقول لك أنت بختار أنك أنت تتعامل مع هؤلاء باعتبارهم تابعين لإكس، أو تتعامل معهم باعتبارهم تابعين لواي. وطبعا هنا يا جماعة الاستراتيجيات هتختلف تماما تماما، انك انت لما تتعامل مع انسان النهاردة بيكره العمل بطبعه غير لما تتعامل مع انسان بيحب عمله، وهكذا. تتعامل مع انسان لا يتحمل المسؤولية غير لما تتعامل مع انسان بيتحمل المسؤولية. كل الاستراتيجيات بتختلف تماما تماما. فبالتالي انت لما تكون مدير او قائد وتنظر للناس من عين اكس غير لما تنظر لهم من عين واي. لما تنظر منهم من اكس هيبقى فيه تشدد، هيبقى فيه الحاجات كلها اللي احنا عارفينها ديت. لكن لما يبقى فيه لما تنظر لهم من عين واي، لا، الاساليب الفلسفة هتختلف والاساليب هتختلف بشكل كبير. بعد كده نظرية الشبكة الإدارية، وتكلمنا عن نظرية الشبكة الإدارية ديت. قلنا نظرية الشبكة الإدارية هنا قسمناها احنا المربعات، قلنا في محورين هنا جماعة، في الاهتمام بالعمل والاهتمام بالعاملين، الاهتمام بالعمل على المحور الرأسي والاهتمام بالعاملين على المحور الأفقي. وهنا بتشكل 81 نمط تقريبا، دي سميناها نظرية الشبكة الإدارية. قلنا الاتجاه الأول اللي بيركز على اهتمام بالعاملين يتعلق ببناء العلاقات الاجتماعية في العمل وبناء الثقة وتحقيق مستقبل الضمان الوظيفي. أما اللي بيركز على العمل فيتعلق بنوعية القرارات والأفكار الإبداعية والإجراءات والعملية. ده العمل يعني إجراءات وعمليات، عاملين يعني علاقات العاملين والثقة فيهم وتطويرهم والكلام ده كله. فبالتالي عندك بعدين، بعد اهتمام بالعمل واهتمام بالعاملين. أنت بقى بتهتم بمين فيهم، ولا بتهتم بهم اثنين بشكل متوسط، ولا كذا ولا كذا ولا ولا. فهنوصل في الآخر إن احنا معانا 81 نمط بيظهروا معانا، لكن هناخد أبرز النمط هنا درسناه. هنا في عندكم نمط 9-1، في نمط عندكم 1-1-1-9 و9-9. 9-1 معناها ايه بشكل واضح هنا؟ معناها الاهتمام بالعاملين منخفض جدا، بينما الاهتمام بالعمل ايه؟ عالي جدا. الاهتمام بالعمل عالي جدا، بين اهتمام ده بقى قادة او مديرين بيهتموا، يعني سميناهم حتى هنا احنا قائد المهمة او نمط المدير التقليدي دوت. بقى واحد بيركز على الانتاجية فقط ولا يهتم بالعاملين ابدا، ده مدير تقليدي او قائد مهمة. وبرضو زي ما قلنا كل النمط اللي هنتكلم عليها في هذه النظرية أو نظريات أخرى سنجد ما يؤيدها في الواقع. نمط المدير الاجتماعي وقع تقاطع 1-9 هنا. فالمدير الاجتماعي واضح هنا لأ، ده واحد بيهتم بالعميل بشكل كبير جدا ولا يهتم بالعمل. يعني دوت ده مدير زي ما بيقول راجل كده يعني بيحب الضحك والفرفشة، وراجل يعني القصة كلها ناحية يعني من ناحية ما عنده قوية جدا، ولكن اهتمامه بالعمل حبوب. يعني ممكن تقول المدير الاجتماعي أو مدير حبوب بيسموه. فدوت طبعا لا شك انه مش ممكن يكون مثل النموذج الاداري الناجح ابدا. النموذج المدير المطول المدير الضعيف عندكم ظهر فين؟ في 1-1 يا جماعه. معناه ده واحد بقى يعني لا فيه اهتمام بالعمل ولا فيه اهتمام بالعاملين. يعني قال لي عشان كده قال لك الهدف هنا هو بيبقى ابقاء المنظمه على قيد الحياه. يعني خلاص بقى الشركه فاتحه ابوابها وخلاص. وطبعا لا شك ان مش ممكن شركه او مؤسسه تستمر في هذا الوضع. واللي هنا في 5-5 ممكن الناس تتصور ان 5-5 هو الانسب، ليه؟ اهتمام متوسط بالعاملين واهتمام متوسط بالعمل. لكن قال لي 5-5 دوت نمط لا يحقق انجازات، لانك انت اهتمامك متوسط بالعاملين مش عالي، اهتمامك متوسط بالعمل مش عالي، فبالتالي مش نمط يعني يحقق انجازات. لكن النمط اللي بيحقق انجازات هو 9-9، لا ده واحد عنده اهتمام عالي بالعمل وعنده اهتمام عالي بمين؟ بالعاملين. وبالتالي سميناه نمط المدير القائد. اذا هنا في 81 نمط درسنا أهم الأنماط: نمط المدير التقليدي أو قائد المهمة، نمط المدير الاجتماعي، نمط المدير المنطوي أو الضعيف، نمط المدير العملي، ونمط المدير القائد. بعد كده تكلمنا على نظرية الأبعاد الثلاثة، وقلنا بنضيف بعد آخر هنا الاهتمام بالعمل والاهتمام بالعاملين، بنضيف بعد الكفاءة. إيه الفكرة اللي هنا يا جماعة؟ قال لك قد يكون في اهتمام بالعمل ولكن ما فيش الكفاءة اللي بتمكنه من الاهتمام بالعمل بشكل جيد. يعني هو عايز يهتم بالعمل وعايز يهتم بالإنتاج، بس ما عندوش الدراية كاملة، ما عندوش المعرفة الكاملة، ما عندوش الكفاءة الإدارية تخليه يطور العمل بشكل واضح. أو هو مهتم بالعاملين لكن مش عارف يهتم بهم إزاي.
يعني هو الراجل يعني نيته كويس هو، لكن هو ما عندوش الكفاءه في الاهتمام بالعميل. فعشان كده قال لك احنا اللي يهمنا كمان ان لازم يبقى فيه بعد. طبعا ترتيب السنوات بتاع زهور الرذاذيات مختلف، هنا عندنا هنا 70 وهناك 77، لكن في كل الاحوال انتوا خليكم عارفين ان في نظريه الشبكه فيها بعدين، نظريه الابعاد ثلاثه فيها ثلاثة ابعاد، فبالتالي هنا بعد الكفاءه حاضر تماما، وبالتالي بيظهر معنا الشكل دوت اللي انتم شايفينه، اربع مربعات تحت واربع مربعات فوق. في عندكم مربع القاعده المتخازن، مربع القاعده المتخازن تلاحظوا هنا في اهتمام بالعاملين وفي اهتمام بالعمل، وهنا في المحور الخاص بالكفاءه. لما ندخل الكفاءه على دول ايه اللي هيحصل؟ فعندكم القاعده المتخازن اهتمام بالعاملين منخفض جدا واهتمام بالعمل منخفض جدا، وبالتالي ما فيش كفاءه. فهنا قال لي قاعده المتخازن دوت اهتمام منخفض بالعامل واهتمام منخفض بالعاملين، دي مشكله. طب قال لك لما احط الكفاءه بقى، يعني الكفاءه هنا ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيتحول لقائد بيروقراطي، هيتحول لقائد بيروقراطي في هذا المربع، تمام. فبالتالي هنا عنده كفاءه اهتمام منخفض بالاثنين دول بالعمل وبالعميل، لكن عنده كفاءه. فكفاءته هتظهر فين؟ كفاءته هتظهر قال لي في امور بيروقراطيه تماما وتفاصيل على حساب اهداف المنظمه واهداف العميل، هيحط اشياء روتينيه جدا وهتظهر في هنا وهنا. بعد كده قلنا قائد المتسامح دوت واحد اهتمامه بالعاملين عالي لكن اهتمامه بالعمل منخفض. لما نضيف له عنصر الكفاءة يعني اهتمام بالعاملين هيزيد، معنى كده هيبقى عنده كفاءة في الاهتمام بالعاملين، أما الاهتمام بالعمل هو منخفض فيه، وبالتالي الكفاءة مش هتفرق معاه. إذن هيبان هنا معانا بقى القائد اللي إيه؟ قائد التطوير. إيه قائد التطوير دوت؟ اللي عنده نتيجة اهتمامه بالعاملين ونتيجة كفاءته في الاهتمام بالعاملين. فإذن هو إحنا بصدد قائد قادر على تطوير العنصر البشري. جميلة النظريات ديت لما نفكر فيها، كل النظرية بتدرس عشان توصل في الآخر إيه العوامل المؤثرة والعوامل المستقلة والعوامل التابعة، وفي الآخر توصل بتصور، واخدين بالكم؟ وتيجي نظرية بعدها تهد النظرية اللي قبلها وتحاول تنتقدها، يتقدم العلم وهكذا. هو تطور العلم بيحصل بهذه الطريقة. بعد كده نمط القائد الدكتاتور دوت، قائد الدكتاتور دوت بيهتم بالعمل بشكل كبير لكن اهتمامه بالعاملين منخفض. فقال لك لما يتوفر عنصر الكفاءة قال لي هيتحول إلى قائد على مستبد عادل. فقال لي يعني هو هيتعامل مع العاملين بقسوة عشان، لكن نتيجة الكفاءة ديت هيتعامل معهم بعدالة في نفس الوقت، فبيسموه المستبد العادل. بعد كده القائد المتكامل دوت واحد اهتمامه بالعاملين عالي واهتمامه بالعمل عالي، ولما تديله الكفاءة بقى عنده كفاءة في الاهتمام بالعاملين وعنده كفاءة في الاهتمام بالعمل، هنوصل لمربع المدير القائد أو القائد المتكامل، أسف نمط القائد المتكامل أو مدير القائد بنسميه. فدوت يعني عنده الكفاءة في الاهتمام بالعنصرين، ودوت لا شك أنه هو النمط المطلوب. بعد كده تكلمنا على نظرية نضج الأتباع، وهنا بقى بتكلم نظريتها وبتركز على المرؤوسين بشكل أساسي، وبنقول أن في أربع مراحل النضج، فيه النضمان المبكر وفيه العضوية المبدئية وفي العضوية التامة وفيه النضج العالي. فمرحلة النضمان المبكر لسه الموظف بقى، طبعا هنا هتبين لي وضع الموظف ايه بالظبط وكيفية تعامل القيادة مع الموظف. الانضمام المبكر هنا الموظف لسه داخل منشأة جديد وداخل منظمة جديد، فبالتالي ما عندوش ثقة بنفسه، ما عندوش قدرة على تحمل مسؤولية. فبالتالي دايما الموظف اللي زي كده اللي بيمشيه او بيديره ويقوده التعليمات والتوجيهات الصريحة. العضوية المبدئية هيبدأ يكتسب بعض الخبرات، لكن ما زالت ثقته في نفسه ضعيفة، وبالتالي محتاج دعم ومحتاج، لكن هنديله بقى هنا اقناع. يعني في الانضمام المبكر مش محتاجين احنا نقنعه، ولكن محتاجين نديله تعليمات وتوجيهات، يبدا شويه شويه لما يكتسب الخبره عشان نديله الثقه في نفسه، نبدا نمارس معاه مهام الاقناع، نتكلم معاه بمعنى صح، نتواصل معاه. ومرحله العضويه التامه بقى، قال لك مستوى النضج هيرتفع عند الموظف، وهيكون عنده استعداد انه يؤدي المهام بشكل بدون الحاجه لتوجيهات مباشره، وعنده ثقه بنفسه. هنا محتاج دعم ومشاركه بقى من القادم، يدعمه ويشاركه في الخطط ويشاركه في اتخاذ القرارات والكلام ده كله، لغايه ما نوصل لمرحله النضج عالي. هنا بقى الموظف خلاص بقى اكثر ثقه بنفسه واكثر قدره على تحمل المسؤوليه، وهنا قال لي الموظف بيبقى فيه مستعد لقبول تفويض المهام وانفوض المهام، ويبدا ينشا بقى قائد جديد ويبدا له دور كبير بيبقى في المؤسسه والمنظمه. اذا نظريه نضج الاتباع بتركز على المرؤوسين بشكل اساسي، وبتوضح برضو للقاده كيفيه التعامل مع المرؤوسين في انماط مختلفه. فبالتالي مرحله انضمام مبكر ومرحله العضويه المبدئيه ومرحله العضويه التامه ومرحله النضج العالي. بعد كده نظرية أنماط القيادة، قال النظرية دي ظهرت عام 1958، وكان بتوضح أنماط مختلفة للقيادة يا جماعة.
وعوض ظهر معانا في هذه النظرية سبعة أنماط. النمط الأول وفيه سيادة القائد على الأمور والتخذ قرارات والإمام الموروثي. هنا يا جماعة واضحة الشبكة ديت عندك أو على الشكل دوت واضحة تماما، يعني هتبدأ تتدرج من هنا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، فبالتالي هنا من المدير بيمسك الأمور كلها كل الخطوط في يده لغاية المدير بيمسح قدر بيمنح الموروثين قدر كبير من الحرية يا جماعة. عشان كده بتلاقي ماشي هنا الاتجاه ماشي السهم كده ديمقراطيك مانجر، وهنا اوتوقراطيك مانجر، فدي الاوتوقراطية الإدارية وهنا الديمقراطية الإدارية، وتبدأ القيادة تتحرك في هذا الاتجاه. كل ما منحته مزيد من الحرية بيظهر مفهوم القيادة، وهنا بيظهر سبع أنماط. النمط الأول بيسيطر القائد تماما على الأمور ويتخذ قراراته وعلم الموسين. هنا خلاص يعني زي ما هو واضح هنا، هنا النمط الأول هو بيظهر هنا في الحتة دي اهو. أول حاجة هو خلاص هو بياخد القرار، هو بس بيعلن القرارات للمرؤوسين وعلى المرؤوسين أن يطيعوا هذه القرارات ويتعاملوا معها وينفذوها، ولا فيش أي تواصل أو تفاعل أو طلب لمشورة أو رأي. الحاجة الثانية يقول لك المانجرز سيلز ديسيشن أو المدير أو القائد بيبيع القرار. بيبيع القرار يعني هو هيتقدم خطوة كده للأمام، وبعد ما كان بيعلن القرار هيحاول يشرح ويقنع مين المرؤوسين بالقرار، كأنه بيعلنهم القرار بالضبط. يعني ده حتى يمكن الفرق بين البيع والتسويق، احنا الناس اللي درست التسويق قبل كده طبعا البيع المنتج موجود معاه اوريدي، فبيحاول يقنع الناس ان الدخل اللي ده في جيبه وطبع فلوس. التسويق ده اشباح حاجات بقى مفهوم متكامل بقى، البيع جزء بسيط من التسويق، التسويق بقى اشباح حاجات منتجات وتسعير وتوزيع وترويج ودراسة مستهلكين والكلام ده كله، خلق طلب على المنتجات. لكن انك تبيع قرار معناه ايه؟ انك انت القرار جاهز، بس انك تقنعهم ان هم يتعاملوا مع ياخذوا قرار دوت ويتعاملوا معه وينفذوه. النمط الثالث هنا هيقدم القائد افكار المرؤوسين ويناقشهم ويطلب الاسئله. هنا هيبدا برضه يتقدم خطوه، هو افكاره هيعرضها للمرؤوسين ويتناقش معهم، واذا كان في تساؤلات لكن يظل هو القرار ما زال عنده يا جماعه. هنا بقى القرار الرابع هيتخذ قرارات مبدئيه قابله للتغيير. النمط الرابع يا جماعه حيظهر معانا هنا في رقم 4، حيظهر معانا هنا في رقم 4. هنا ايه في النمط الرابع دوت؟ قال لي هيتخذ القائد قرارات مبدئيه قابله للتغيير عند مناقشتها مع مين؟ مع المرؤوسين. هنا لا، هنا اللي يعني هياخد قرارات مبدئيه، وهذه قرارات قابله للتغيير بيناقشها مع المرؤوسين، والله اذا كان في امكانيه تغيير بيغير بالفعل، لكن هو اللي بياخد القرار في الاول. ايه الفرق بينه وبين النمط الخامس؟ النمط الخامس هو مش هياخد قرار يا جماعه، هو هيحط المشكله اللي المفروض ناخد بشانها قرار، وبالتالي يبقى مطلوب من المرؤوسين انه يبدوا اراهم ومقترحاتهم لحل المشكله ديت. والنمط السادس هيحط لهم حدود عامه للقرار، يعني حدود عامه يقول لهم احنا تكلفه كذا مثلا والوضع كذا ومش عارف والامكانيات عندنا كذا، بيحط لهم حدود عامه للقرار دوت. النمط السادس خلاص الحريه هنا بتزيد بشكل ملحوظ بقى لغايه ما نصل لقمه الحريه، ان خلاص في عندك شركه فيها مديرين وقاده، فبالتالي الشركه بتحط انظمه وسياسات عامه، لكن بيبقى في حريه كامله للعاملين في اتخاذ قرارات دوت قمه الحريه، وهنا بتظهر نظريات الحريه والكلام ده كله. يعني هنا يعني اعتقد يمكن عناوين الفصول اللي فاتت كيفيه تحرر الموظف من القيود، يعني بدايه لا في قيود مفروضه وفي انسان اله لغاية ما نوصل إنسان باعتباره إنسان وإنسان عاقل ومفكر وكذا 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 وكذا، لغاية إنسان يمتلك مزيد من الحرية كعامل أو موظف، وبالتالي إنسان يملك القدرة على الإبداع بشكل واضح. يمكن دي خلاصة الفصول اللي احنا درسناها حتى هذا الفصل. بعد كده درسنا الفصل الرابع وكان بيتكلم عن القائد الإداري المسلم، وكان في كلام جميل وكلام كله كان عبارة طبعا عن عناوين احنا ذكرناها وشفنا مع بعض الفصل دوت في الكتاب، وحتى قلنا يا ريت تتعمقوا يعني تحاولوا تقروا زيادة في هذا الجزء، ان في دروس جميلة جدا 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 بالذات في السيرة النبوية وفي سيرة الصحابة والخلفاء، هنجد اشياء كثيرة جدا متعلقة بالقيادة. فبالتالي القائد الإداري المسلم كان هذا هو عنوان الفصل الرابع، وتكلمنا عن نمط القيادة النبوية القيادة المستوى ونمط القيادة العمرية القيادة الحازمة نسبة لسيدنا عمر بن الخطاب، ونمط قيادة سيدنا عثمان بن عفان القيادة اللي هنا، ونمط القيادة الحجاجية القيادة المستبدة. قلنا حتى النموذج دوت مش نموذج قيادة ولكن هو استدلال على القيادة المستبدة، وتكلمنا على أركان القيادة الإسلام والتقوى والقوة والأمانة والعلم والعدل والإنصاف، وتكلمنا على القيادة أسس القيادة الإدارية في الإسلام القيادة تكليف ومسؤولية والشورى
هو الفطنة والواقعية والبر والرحمة والإخلاص في العمل، وذكرنا تفاصيل في هذه العناصر، وتكلمنا على خصائص القائد لإدارة المسلم، وتكلمنا على الفطرة السوية، وتكلمنا على توحيد الجهود والعمل بروح الفريق، وتكلمنا على الثقة وعدم الشك، وتكلمنا على المحافظة على النظام والانتظام، وتكلمنا على حب العمل والانتماء، وتكلمنا على حسن الحكم والتواضع، وتكلمنا على رحمة المرؤوسين ومحبتهم والعفو عند المقدرة، وتكلمنا على الحزم والوسطية في التعامل، وتكلمنا على الشجاعة والصبر وضبط النفس. دي أربع فصول درسناها، وإحنا ما زلنا بندرس في الفصل الخامس، خدنا منه جزء بيكلمنا على القائد التحويلي، والقائد اللي عنده قدرة على التوائم، والقائد اللي عنده قدرة على إدارة التغيير، وذكرنا جزء أو نصف الفصل دوت، وبعد كده بنكمله إن شاء الله في محاضرة قادمة. احنا دلوقتي ان شاء الله بنستعد لتلقي اسئلتكم. واحنا الان على السداد لتلقي تساؤلاتكم. طبعا احنا خدنا في كتاب وركزنا وقلنا في كتاب يا جماعة بعد كل فصل فيه حالات عملية وتطبيقية او افكار بيذكرها مؤلف كتاب، وافكار جميلة جدا ومهمة جدا ان احنا بعد كل فصل بنحاول، وكان ده شرحناه احنا في المحاضرات، لكن الحاجات اللي توسع إدراكاتنا في هذا الموضوع، وأكدنا على أن في كتب جميلة جدا في القيادة موجودة في المكتبات، ياريت أن احنا نطلع ونكون معرفتنا فيها، وقلنا فرصة يا جماعة أن احنا بندرس المنهج دوت وبعيدا حتى نتحرر حتى من المنهج بتاعنا، وإحنا لسه نتكلم على الإدارة المتحررة وبتكلم على نظرية التحرر، لأن احنا ممكن نتحرر من القيادة دوت من الكتاب دوت ومن مرجع ونحاول نبحث عن نماذج و قصص قيادية جميلة جدا بتسري المعرفة بتاعتنا بشكل كبير. وممكن احنا كمان هناخد بعض الخلاصات، وبدأنا في خلاصة ما كملناش حتى الآن، بدأنا في خلاصة جاك ويلش واسلوبه في قيادة شركة جنرال إلكتريك والتجربة العالمية المشهودة المعروفة، وازاي جاك ويلش لما تولى قيادة شركة جنرال إلكتريك كان بتعاني من مصاعب كبيرة جدا جدا، وازاي استطاع ان ينقلها من حال لحال. وخدنا يعني بنبذة بسيطة في الخلاصة ديت، كانت خلاصة كتاب مهم، وبنكملها إن شاء الله في محاضرة قادمة إن شاء الله هذه الخلاصة، وبنتناول فيها عناصر متعددة. احنا بنستعد إن شاء الله لتلقي استفساراتكم. نتلقى أسئلتكم في محاضرة البث المباشر الثانية لمقرر القيادة الإدارية. خليكم معنا ثواني بسيطة نبدأ نتلقى الأسئلة.
خليكم معنا يعني. الدعم الفني يمكن بيحاول يعني يظبط تلقي الأسئلة إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سلام. تفضل دكتور. الله يحفظك. عندي 3 فقرات. تفضل. حول الصحة. تفضل. أول شيء شكرا على الإجابة السريعة على الإيميل اليوم. تمام. يعني خليني أقول لك معلش خليك معايا بس. هو كان يمكن زميلكم ذكر كلمني على المحاضرة، نزلت المحاضرة الثامنة كانت فيها فيلم فيديو عن براطوية سامسونج، وكان يمكن درسوه قبل كده في الإدارة الدولية، لكن هو الفيلم دوت احنا برضو بندرسه دلوقتي أو بنزلناه لطلاب القيادة الإدارية يستفيدوا من التجربة الموجودة في الفيلم. وذكرنا ان الفيلم دوت حتى مش مطلوب مننا في اختبارات خالص، لكن هي فكرة كأن انا بدخل جوه شركة عالمية وبشوف الشركة دي شغالة ازاي وايه الدروس المستفادة. فكو دوت كان الغرض من عرض فيلم امبراطورية سامسونج اللي بيظهر معاكم في المحاضرة الثامنة. تفضل. تفضل. اختبار الفصلي يعني خلينا نقول 5 فصول ان شاء الله، من الفصل الاول الخامس ان شاء الله. الفصل الاول الخامس يعني لغايه احنا لغايه الفصل الخاص ب القياده التحويليه. دكتور الله يحفظك، جزاك الله خير. نقطه اخيره للدكتور خاصه بالدعم الفني، لكن وقعها على حظ بركه يعني كرساله تسويها الدعم الفني. انه بالنسبه لدرجات الواجبات إذا كان في شيء يعني تغيير رسمي يا ريت يبلغون الأمر هذا بالإيميل. تمام. إذا كان في مشكلة يا ريت يوضحوا الموضوع بالوصول إيميل على أساس نعرف يعني ما يكون في أي لبس. تمام. يعني بلاغكم على الإيميل إذا كان في تغييرات. إذا كان في تغييرات أو في مشكلة بلغوكم بها على الإيميل يعني. نعم بيكون أفضل. على الإيميل. تمام. ماشي بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله. الله يحييك. أنا كنت بسأل نفس السؤال زميلي اللي قبل شوي علشان حد الاختبار الفصلي، بس كفاني السؤال. بس حبيت أشكرك دكتور، المحاضرة كانت جميلة، إعادة لكل اللي فات من الفصول، إعادة سريعة وتنبيه وتذكير كل الفصول. تمام. تسلم. وساعدتنا كثير كثير في الاستفادة إن شاء الله. كويس جدا إن شاء الله. يعني إذن 5 فصول إن شاء الله الاختبار الفصلي إن شاء الله في 5 فصول بإذن الله. بارك الله فيك. التوفيق ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله.
نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم في محاضرة البث المباشر الثانية لمقرر القيادة الإدارية. شكرا جزيلا، بالتوفيق ان شاء الله. احنا هنحرص ان احنا يعني نتناول نماذج وامثله ونجيب كتابات كويسه ومميزه في وزي ما قلنا احنا حاليا ما زلنا بنستعرض تجربه جاك ويلش في القياده الاداريه وبنكملها ان شاء الله في المحاضره القادمه، وبرضه هناخد كتابات اخرى ان شاء الله وخلاصات اخرى بتكلمنا على نواحي قياديه مهمه جدا وامثله جميله، بحيث ان احنا نحاول برضه ندمج المعرفه النظريه مع بعض الامثله التطبيقيه ومع بعض الابداعات في مجال الكتابه في مجال القيادة الإدارية تحديدا. حابب أأكد يعني أطلب خاصة الاستنباط من شأن درجات الوان الله يخليك يعني بتاعنا السنة بخصوص كيف حد درجات الواجب مالها يعني درجة الواجب لا تظهر بعد بعد الإجابة يعني نعم تمام فمطلوب من حضرتك يعني بصفتك دكتورنا وبصفتك يعني حريص على تمام تمام توصل رسالتنا هذه تمام اساس انه اذا في شيء رسمي او قرار او شيء او اقتراح انه يتم اعلامنا فيه عشان ما نستاجر تمام تمام خلاص احنا بنشوفه ان شاء الله مع الدعم الفني ان شاء الله شكرا شكرا بالتوفيق ان شاء الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن تنزل لنا سورة الكتاب؟ نزلي سورة الكتاب. سورة الكتاب القيادة الإدارية، هو أنا بعرضه، هو القيادة الإدارية. القيادة الإدارية واضح كده؟ الكتاب بعنوان طب حاضر إن شاء الله أشوف أنزل على بلاك بورد إن شاء الله، بس الكتاب عنوان واضح، عنوان الكتاب واضح، القيادة الإدارية التحول نحو نموذج القيادة العالمي، دكتور سالم بن سعيد القحطاني، والموجود على بلاك بورد برضو بالفعل إن شاء الله نصوره ونزله برضو، مفيش مشكلة. ونأكد على الفصل إن شاء الله، الاختبار الفصل إن شاء الله بيجتمع على 5 فصول، من الفصل الأول الفصل الخامس. الفصل الخامس إحنا شرحنا منه جزء، وفاضل معنا جزء إن شاء الله بنشرحه في المحاضرة القادمة اللي هتنزل لكم إن شاء الله على بلاك بورد.
تفضل. احنا انا منتظر اسئله اخرى يعني، ما فيش حاجه تانية هضيفها يعني، لكن منتظر اسئله زملائك وزميلاتك يعني، اذا كان في تساؤل بجاوب عليه، انما ما فيش حاجه تانية هنضيفها في المحاضره يعني. شكرا.
الإنسان عشان إحنا لو في أي سؤال نجاوب عليه، وبعد كده أي تساؤل يا جماعة بيجينا على الإيميل فبنرد عليه مباشرة، يعني بنحاول دايما ما نأخرش الرد على الإيميل. فإذا كان في أي سؤال يطرح الآن إحنا بنجاوب عليه، أو في أي سؤال يعني يرد بعد ذلك على الإيميل إن شاء الله بنرد عليه مباشرة وبأسرع وقت ممكن إن شاء الله. وبنأكد إن الاختبار الفصلي هيكون في 5 فصول من الفصل الأول للخامس، والفصل الخامس إحنا شغالين فيه وإن شاء الله بننتهي منه إن شاء الله في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى. إذا نلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة مع خالص أمنياتي بالنجاح والتوفيق، ودائما إحنا على استعداد للرد على كل التساؤلات كل الواردة على الإيميل، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.